شاء الله. هو النهارده برضه عامل بعميد. نعم هي النهارده مس عربي برضه. ايوه برضو، تخيل بقى، معلش هنزل عليكم، هناخد عربي النهارده. هو كله عربي النهارده، انا فاشل انا في العربي. انت لا، خليك معايا وان شاء الله نبقى شاطرين جدا في العربي. طب ميس، انا مش عايزه ميس الوقت ده يا ميس، نعم انا مش عايز الوقت ده يا ميس نحضر فيه الزوم. خلاص، هو مزاجي. هو ده الوقت المحدد يا روبي. ماشي يا ميس، ماشي يا هتقعدي حبيبي. كام؟ نعم يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بأصدقائي الجدد، سمية، أماني، ريهام، مين، سلمى، وندى. أجازة جميلة، عندنا أجازة حلوة، قاعدين في أجازة حلوة، مستمتعين بالأجازة. محدش جدا. منكم نايمين ولا ايه؟ ايوه يا ميس، جدا. نايمين ولا ايه؟ ايوه يا ميس، شكلهم نايمين، الأصدقاء شكلهم نايمين. والله ما نايمة. انا يا ميس، انا بس طيب مش بحضر، بترد عليا ليه؟ ها؟ انا كنت بحضر الصبح. طيب تعالوا كده، احنا خلصنا الترم الأول وأكيد كنتوا شاطرين، متأكدة شكلكم باين. تعالوا ناخد كده قصة، أنا مش بحب أقول عليها درس، أنا بحب أقول عليها قصة. تعالوا ناخد قصة جديدة، حكاية جديدة، بنتعلم منها حاجة جديدة. مين مستعد يسمع قصة معايا؟ أنا يلا بينا على القصص. قصة اليوم ليها علاقة بالأجازة بتاعتنا. طيب أنا دايماً بحب أخلي أصدقائي هما اللي يقرأوا، بس إحنا علشان القصة والوقت بتاعنا هنقرأ، بس هخليكوا أنتوا تساعدوني في إن أنتوا تستخرجوا معايا من فقرات القصة بتاعتنا. مستعدين؟ جاهزين؟ يلا كلنا هنقفل المايك، نفتح الكاميرات مع بعض ونشوف القصة بتاعتنا. القصة بتاعتنا بيقول لي اسمها ايه؟ إجازة نصف العام. الإجازة نصف العام اللي احنا فيها، يا ترى تعالوا نشوف صديقنا رامي اللي قدامنا ده عمل ايه وايه اللي حصل في الإجازة بتاعته. يلا كلنا عنينا مع بعض كده، عشان انا ممكن في كلمة معرفش اقرأها، ممكن اخلي حد يساعدني يقرأها. اتفقنا ولا لأ؟ اتفقنا؟ السلام يعني عليكم. كلنا عنينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلنا عنينا على القراءة. هخليكم، ممكن أخلي حد، أنا في كلمة مش عارفة أقرأها أخلي حد يقرأها لي. خلاص؟ واللي مش عارف يقرأ يقول أنا مش عارف. اتفقنا؟ بس احنا المفروض إن احنا كلنا إيه؟ بنقرأ. يلا. بيقول لي في يوم دافئ ومشمس، أنا هحط عينيا على القلم أهو، أعمل لكم القلم. من إجازة نصف العام العام استيقظ صديقنا اسمه رامي من نومه متحمسا، لأنه سيسافر إلى الإسكندرية ليزور عمه عامرا وولديه شريفا وفريدة لقضاء بعض الأيام من إجازة نصف العام، ثم سيسافر إلى خاله سامي بألمنيا لقضاء النصف الآخر من الإجازة. بيقول كده كان يوم من الأيام بتاعت أجازة نص السنة، وكانت الشمس طالعة والجو دافي وحلو كده، الجو مش ساقعة من أجازة نص السنة زي اللي احنا فيها. صديقنا دوت قام من النوم متحمس كده ومتشجع كده، إن هو إيه، بابا ومامته اتفقوا معاه إن هو هيسافروا إلى الإسكندرية. الإسكندرية دي فين يا معلمتي؟ هي دي في المكان اللي احنا قاعدين فيه؟ يعني هي دي في السعودية ولا في الإمارات ولا في الكويت؟ دي في مصر. لا دي في مصر، ليزور عمه. عمه مين؟ عمه ده اللي هو اخو بابا، هيروح هو يزور عمه، وايه، وهيزور كمان اولاد عمه شريف وايه وفريده، هيقضوا معاهم بعض الايام في الاجازه
وبعدين هيروحوا لخاله اسمه ايه؟ سامي. موجود فين؟ في المنيا. ايه ده، ما المنيا ده هو ده حي كده ساكنين فيه؟ لا، دي برضو مكان في مصر هقول لكم عليه ازاي. طيب بيقول لي علشان يقضوا وقت تاني من الأجازة، يعني هما هيسافروا هيقضوا وقت عند خاله ووقت عند عمه. طب هما إيه اسكندرية والمنيا وكلنا من أماكن مختلفة؟ يعني معلمتي لو سألتيني يقول لك أنا من بورسعيد، أنا من المنصورة، أنا من الإسكندرية، أنا إيه دول؟ إيه دول؟ عايزة أقول لكم سريعا كده عشان نبقى عارفين، إحنا مش إحنا كلنا من مصر يا أصدقائي؟ مش إحنا كلنا مصريين من مصر؟ صح؟ ايوه حلو قوي. طيب هي اوي مصر يا دي، ماما هي اوي يا مصر ميس. اه طب هي مصر دي هو المكان اللي احنا قاعدين فيه بس، ولا مصر دي كبيرة قوي؟ مصر دي كبيرة، كبيرة قوي. كبيرة طيب انا هشبه لكم بقى مصر دي. مصر دي عبارة عن حاجة اسمها محافظات. يعني ايه محافظات؟ يعني قطعة أرض كبيرة اسمها اسكندرية، قطعة أرض كبيرة اسمها المنصورة، قطعة أرض كبيرة اسمها المنيا، قطعة أرض كبيرة اسمها دمياط. خلاص، وفي فكم محافظة؟ المنصورة 26، والمنصورة محافظات فيهم 26 محافظة. طيب يعني إيه معلمتي برضو أنا مش فاهمة أو مش فاهم؟ تعالى أقول لكم بسرعة بسرعة بسرعة. كلنا عايشين في البيت صح؟ مش كلنا عندنا بيت؟ عشان أيوة حضرتك أنا هتقولي لي يعني إيه محافظة؟ كلنا عندنا بيت صح؟ كلنا البيت بتاعنا ده كأنها زي مصر كده. البيت بتاعنا ده عبارة عن غرف صح؟ متقسمة غرف بإيه؟ بمقاسات مختلفة صح ولا لأ؟ طيب الغرف دي اه الغرف ده يبقى في منهم غرفتي، غرفة بابا، غرفة ماما، غرفة بابا وماما، غرفة أخويا، غرفة الخلاء، تويلت صح؟ المطبخ، كل دول غرف بالظبط كده، بس كلهم بيتقال عليهم بيتنا صح؟ رغم اننا في غرفه بتاعتي وفي غرفه بتاعت اخويا وفي غرفه بتاعت ماما وبابا، بس كلهم منزلي صح؟ كله البيت ده بتاعي انا بقول عليه صح؟ بالظبط بالظبط بالظبط. مصر، مصر دي عباره عن محافظات كتيره زي الغرف كده اللي احنا بنقول عليهم بقى ايه؟ انت منين؟ انا من الغردقه. انت منين؟ انا من اسكندريه. انت منين؟ انا من بورسعيد. انت منين؟ انا من طنطا. فدي اسمها المحافظات، زي الغرف كده بتاعت المنزل بتاعتنا. خلاص، انا بيبقى ليا غرفه بتاعتي قاعد فيها بس كل البيت بتاعي، يعني مصر دي بتاعتنا كلنا. يلا بينا نرجع ونشوف صديقنا رامي ايه اللي عمله ايه اللي هيعمله. يا ريت كلنا نقفل المايك ونسمع لباقي القصه. رامي جهز نفسه ولبس بسرعه بسرعه وقام بتحضير حقيبه السفر، وأسرع إلى أبيه متسائلا. راح لباباه بسرعة يسأله، يسأله تعالوا نشوف كده، يا ريت ندخل بأسامينا علشان أنا ما نادي عليكم. يلا سمية ممكن تقرأي لي الجزء ده عشان أنا مش عارفة. سمسمة ابتدى لا رامي هنا هنا اقرأي لي دي. ها متى سنتحرك يا أبي؟ جزاك الله خيرا يا أميرتي. قال له إيه رامي؟ لبس وقال له بابا انا جهزت الحقيبه بتاعتي، هو انا امتى هنتحرك؟ امتى هنسافر؟ امتى هننزل من البيت؟ تعالوا نشوف. هو رد عليه وقال له ايه؟ تعالوا نشوف مين كده. يلا يا سلمى، مش عارفه اقرا الجزء الاول ده، تقراي لي. سلمى نظر إلى اليه، اليه ها الأب وقال جزاك الله خيرا. لا احنا بنقرا يا كتب غنون بس عشان ايه كلنا نشارك. وبابا رب بص له كده وقال غالبا لن نسافر الى الاسكندريه اليوم يا رامي، احنا غالبا مش هنسافر النهارده يا رامي. راح رامي اتصدم، صدم رامي من الاجابه وسال لماذا؟ ليه احنا مش هنسافر النهارده؟ ده انا مجهز ولبس وكل حاجه. قال له الاب، يا ترى قال له ايه يا جوري؟ ممكن تساعديني يا جوري؟ قال له الاب ماذا؟ جوري؟ طيب جوري مش جاهزة؟ قال له الاب الجو غير مستقر. الجو ايه؟
الجو مش مستقر كده، والله هو باين له هيبقى الجو مشمس أفضل. ولا باين عليه ان الجو كده هيشتي، الجو ايه متقلب وده ممكن ايه، طب ايه المشكلة يعني؟ لا له لا، في برودة في الجو مع امطار ورياح شديدة، طب ايه المشكلة يا بابا؟ ويصعب التحكم في السيارة، ما ينفعش نسافر واحنا في امطار ورياح شديده، التحكم في السياره هيبقى صعب وده ممكن يعرض حياتنا للخطر على الطريق من القاهره للاسكندريه. عرفنا من هنا ان رامي ساكن فين؟ رامي ساكن القاهرة في القاهره. برافو عليكم. طيب خليكم على جاهزين معايا، خليكم جاهزين معايا، نقفل المايك لو سمحتوا، يلا بينا. طيب تعالوا كده نشوف مين. جوري جهزت يا جوري؟ طيب نعم. نشوف، يلا اقرأي لي كده الجزء ده كده يا جوري بسرعة. ما اللي داخل بأرقام، أنا مش عارفة اسمك إيه يا حبيبي عشان أنادي عليك، فاكتبوا باسمكم، أنا مش عارفة أنت في حد، أنت رافع إيدك بس مش عارفة اسمك إيه. ها آه جوري عندها الشبكة مش حلوة، مش مقصرة القراءة يا جوري. اسمي ياسين، ماشي جزاك الله ياسين، خيرا يا جوري. جوري قرأت لنا، شكرا على ماشي مشاكلتك يا جوري. يا جوري حبيبي اكتب اسمك، ممكن تسجل اسمك؟ طيب لأن أنا مش وكان هحفظه، مش هلحق أحفظه. العائلة. خلاص خاف رامي أن تنتهي الإجازة. دول هما مش مسافرين النهاردة واليوم بيعدي، وخاف إن الإجازة تعدي ومن غير ما يروح يسافر دون أن تسافر العائلة، فسأل بقلق فسأل وهو قلقان. فسأل بقلق وهل الجو غير مستقر في المنيا أيضا؟ طب في المنيا بابا الجو عامل ازاي؟ طب احنا كنا المفروض هنسافر السلام للإسكندرية، عليكم. طب عند بقى عند عمي ها عند خالي هيبقى الجو عامل ازاي؟ طيب ضحك الاب وقال له تعال يا رامي تعال نشوف الخريطة. السلام يعني ايه عليكم. الخريطة دي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ايه الخريطة دي؟ قال له تعال كده وهوريك فين الاسكندرية وفين المنيا. ضحك كده بابا رامي ده بيفتكر ان الاسكندرية جنب ايه؟ جنب المنيا. قال له لا تعالى اوريك الخريطه. ايه الخريطه دي يا معلمتي؟ مش احنا نقدر نرسم بيتنا مرسوم ازاي؟ صح، المكان البيت بتاعنا، مش احنا نقدر كل بيت مختلف عن التاني؟ اهي اللي قدامنا دي يا اصدقائي اسمها الخريطه، شايفين دي؟ دي اسمها ايه؟ الخريطه. يعني ايه الخريطة الخريطه؟ يعني رسمه خارجة بسيطه لمصر. دي رسمه بسيطه لايه؟ لمصر، لمصر. أو لمصر كلها بقى بالمحافظات اللي احنا قلنا عليها. خلاص شايفينها؟ دي رسمة بسيطة كده لإيه؟ لمصر. آدي القاهرة. بصوا كده، يا ريتني أقفل المايك بس أستأذنكم. بصوا آدي القاهرة وآدي الإسكندرية وآدي المنيا. فهما كانوا مقررين يروحوا فين؟ يروحوا القاهرة وإسكندرية. طيب فهو سأله دلوقتي قال له أنا هروح المنيا، طب المنيا اتجاه تاني خالص. طيب تعالى بقى ونشوف، ادي دي الايه الخريطه، احنا كده بنحكي بس سريعا. طيب نظر رامي للخريطه بعض الوقت ثم قال مين بقى اللي صديقنا اللي كان رافع ايده اللي داخل بارقام اسمه ايه؟ يوسف تقريبا، ياسين ياسين. ياسين قال دي فيها مد بايه يا ياسين؟ مد بالقلم. الله عليك، ممتاز. ثم قال رامي بص للخريطة كده وقعد يبص فيها شوية ووجدها، وبيقول وجدتها، الله ايه ده، ده انا شفت القاهرة، اهي القاهرة وهذه الاسكندرية زي ما احنا بصينا فوق، ها وهذه المنيا، هي دي الاماكن اللي احنا رايحينها يا بابا صح؟ ادي القاهرة وادي الاسكندرية وادي المنيا اهي فوق. تأمل. يعني ايه تأمل؟ يعني قعد يبص كده وتفكر، قعد يفكر كده بالراحة وبهدوء. بيقول رامي قعد يفكر كده، تأمل رامي الخريطة التي أمامه ثم صاح، يعني اتكلم بصوت عالي، قال إيه؟ نعم نعم
فهمت، عندما نذهب إلى الإسكندرية نذهب ناحية البحر فيكون الجو باردا وممطرا، وأما عندما نذهب إلى المنيا فنحن نتحرك جنوبا يعني لتحت كده خلاص، ونبعد عن البحر وبنبعد كمان عن البرد، وبنمشي بمحاذاة النهر النيل فيكون الجو أكثر دفئا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ يعني إيه معلمتي ده؟ معلومة كده سريعة، البحر يا أصدقائي بيخلي دايما الجو بيبقى بارد، عشان كده إحنا لما بنعوز نصيف بنروح فين؟ بنروح بلد أو بنروح محافظة فيها بحر، صح ولا لأ؟ بنروح صح. إسكندرية، بنروح مطروح، بنروح شرم الشيخ، بنروح الغردقة، إن الأماكن دي بيبقى فيها البحر، والبحر ده بيخلي الجو بارد في الصيف الحر كده، وإحنا عايزين الجو يبقى بارد شوية، صح؟ بيبقى فيه هواء. طيب الجو بقى ده المحافظات دي اللي فيها بحر في الشتاء بيبقى الجو عامل إزاي؟ بيبقى الجو كله برودة وساقعة قوي، هي بقى في الحر بتخلي الجو إيه؟ حلو، إنما في الساقعة بتخليه أسقع. قال له آه يا بابا أنا عرفت، إحنا لما بنروح ناحية البحر فالدنيا بتبقى ساقعة ويبقى مطر، بيبقى شتاء كتير جدا، ولما بننزل تحت بقى عكسها. بصوا هنا، هو هنا رايح فين؟ خليكم معايا، شايفين؟ ادي القاهرة، هي هما هنا، هو هيروح ناحية البحر عند الإسكندرية فبيبقى ساقع، انما هو نازل تحت بيبعد عن البحر، طالما بيبعد عن البحر كل ما بيبعد عن البحر كل ما بتبقى ايه؟ دفى اكتر. عشان كده في ناس بيبقوا لما بيجي الشتاء فصل الشتاء في مصر بيروحوا ناحية ايه؟ ناحية الجنوب تحت، ييجوا تحت هنا، يسيبوا مكانهم وييجوا يعيشوا تحت، يبقى مأجرين بيت ساكنين هناك، الكلام ده بيشتوا هناك بيقعدوا في الشتاء. طيب تعالوا كده نكمل باقي القصة. طيب بيقول له ايه بقى؟ اه بنتحرك جنوبا يعني تحت بقى، وبنمشي بمحاذاة نهر النيل. يعني ايه بمحاذاة؟ يعني بنمشي زي كده بالظبط، ان احنا بنمشي جنبيه، بنمشي زيه، نمشي جنبه على صفه على طريقه كده. بصي اهو، قال له ايه؟ بصوا تعالوا كده اهو، ايه ده؟ هو فين نهر النيل؟ عارفين فين نهر النيل؟ ادي نهر النيل اللي احنا بنشرب منه ميه في مصر، ادي نهر النيل. كل ده كده 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 نهر النيل. قال له اه انا عرفت يا بابا، احنا بنمشي هنا وبنمشي عن طريق نهر النيل كده، او بمحاذاه يعني بنمشي جنبه كده، نمشي على طريق، نمشي على صفه جنبه، بس طبعا مش بنمشي جوه النهر احسن نغرق طبعا، هما بيمشوا بالسيارة صح كده. يلا بينا بسرعة. قال الأبو يلا يا سلمى. ممكن تقولي لي قال الأبو ماذا؟ قال الأبو بالفعل سلمى، بألف كلمة كلامك 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 صحيح يا يا رب يا رامي، يا رب. جزاك الله خيرا. قال الأب كلامك بالفعل، كلامك صحيح يا رامي، سنؤجل سفرنا إلى الإسكندرية حتى يتحسن الجو. احنا هنأجل السفر بتاعنا لحد لما الجو يتحسن. طب يلا، ولكن هيا نتصل بخالك سامي لنرتب معه سفرنا إلى الإيه؟ ألمانيا. كان المفروض هيروحوا لعمه الأول وبعدين لخاله، فقالوا يلا احنا هنأجل الإسكندرية دلوقتي وهيروحوا لفين؟ لألمانيا. يلا بينا، انتهى الدرس. طيب يبقى احنا نتعلم ايه؟ نتعلم ان انا اسمع كلام بابا، نتعلم ان كل محافظة بتبقى جنب البحر بتبقى ساقعة في الايه؟ في الشتاء، صح ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ طيب صح. تعالي كده ندى، جاهزة يا ندى؟ ندوش تعالي يا نودة كده، تعالوا نشوف بقى كده 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 كده، بسرعة بسرعة بسرعة، تعالي الأول نستخرج بسرعة 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 بسرعة. تعالي كده يا ندوش، ممكن يا ندى طلعي لي من الجزء اللي أنا عاملة لك عليه علامة ده فعل ماضي؟ قال الله عليكي، قال فعل ماضي، جزاك الله خيرا. يلا يا مين؟ معاذ؟
معاه. معاه. الله يلا يا ميزو، ممكن يا ميزو تستخرج لي من الجزء اللي انا حاطه لك عليه علامه ده كلمه بها مد بالياء؟ خريطة الله عليك، عرفت منين ان هي مد بالياء؟ عرفنا منين؟ الياء ما عليهاش حركه يا معلمتي، والحرف اللي قبلها معاه الكسره اللي مع الياء. الياء دايما الحرف المد بيبقى قبلها الحرف الممدود اسفله. ايه؟ اسفله كسره. نعم نس نعم عشان حرف الراء تحت، عشان حرف الراء تحت كسرة، فهو ايوه عارف عشان حرف الراء تحت كسرة. صح، ما انا قلناه صح. طيب يلا كده ناخد مين؟ انا عايز حد من اللي ما شاركش معانا نرفع ايده. سلمى، جاهزه يا سلمى؟ جاهز. يلا ممكن تطلعي لي من الجزء ده اسم، اسم قولي. حقيبة. برافو، حقيبة والسفر الاتنين دول اسم. الاسمائي اصدقائي، اي كلمة فيها الف ولام تبقى اسم، اي كلمة اخرها تاء مربوطة اسم، اي كلمة اخرها تنوين اسم. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب يلا ناخد فعلا. مين الحلوين؟ ميس انت سامعاني؟ ايوه تعالوا نحل شوية من الأسئلة. نكتب غريب كتاب بتاعنا. يلا يلا بينا. طيب تعالوا كده أسألكم كده، نسأل مع بعض وهنجاوب مع بعض كده. يا ترى بقى صديقنا لماذا استيقظ رامي متحمسا؟ ليه؟ رامي كده صحى متحمس ليه؟ أشوف حد بقى كده من اللي ما جاوبش معايا. عمر حسين، أهلا يا عمور. عمور حبيبي، لا لا عمر حسام اللي بنادي عليه، خلينا كده بس ايه بترتيب. عمر حسام اهلا يا دكتور، نعم وحشتني. ها كمان يلا ممكن تقول لي كده لماذا استيقظ سيقظ رامي متحمسا؟ ليه؟ لانه هيحصل ايه؟ هي ايه؟ إنه هو هيسافر إلى الإسكندرية. الله عليك، ممتاز. طيب ناخد مين؟ ريهام. ليش أنا ما جاوبتش؟ ريهام ميس أنا ما جاوبتش. ريهام ميس ميس نعم. أنا ما جاوبتش. ازاي يا يوسف يا ياسين؟ يا سي. تجاوبت معايا. أنا فريدة. طيب مين من اللي ما جاوبوش معايا؟ أنا ما روبن. جاوبتش. روبن روبن أنا كرم. روبن نعم يا ميس، معاك يا ميس. اهلا اهلا. طيب صديقنا رامي كان هيروح اسكندرية يزور مين يا روبن؟ جدو. جدو؟ هو احنا نجيب حضرة الجد اصلا؟ جدو وتيتا. انت عندك جد وتيتا في الاسكندرية بقى شكلك. لا احنا لا جبنا سيرة جد وتيتا اصلا، هيروح يزور مين في الاسكندرية؟ جدو وتيتا. لا لا لسه شرحتها ايه؟ فالو. فالو. انا عارف انا عارف. عمو عمو لا احنا بنجاوب من غير دور، ده ما ينفعش، ما حدش ياخد دور حد. خالو خالو ايوه حي مين؟ خالو هيزور عمه، خالو عمه في الاسكندرية. عمو. طيب ويا ترى اسماء؟ ميس اسماء ميس
اقفل خلاص نسند على الأسماء. كوكي، ازيك يا كوكي؟ نعم عامله ايه يا قلبي؟ طيب يلا يلا عامل. يلا يا اسماء. يا ترى يا اسماء فعلا هما كانوا ناويين يبداوا ان هما يسافروا الاسكندريه، يا ترى فعلا بالفعل بداوا السفر في الى الاسكندريه ولا لا؟ لا لا. لماذا يا كارلا؟ لماذا يا كارلا؟ حسن حل الجو. اه بسبب الايه، سوء الاحوال الايه الجويه. طب يلا بينا كده نحل شويه اسئله. يلا يا رغد. رغد، ايه نعم يلا اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. استيقظ رامي متحمسا لأنه سيسافر إلى الإسكندرية. الإسكندرية. برافو عليك يا رغد. يلا مين تاني؟ أشوف حد من اللي ما شاركش معاك. ندى، نعم يلا. أجل الأب السفر إلى الإسكندرية بسبب إيه؟ حالة الجو. آه بسبب حالة الجو. جميل. يلا يا دارين. استخدم رامي نقط لمعرفة موقع المحافظات. استخدم رامي إيه؟ الخريطة ولا الهاتف ولا البوصلة؟ الخريطة. أما الخريطة. دودو انت لسه أما مصلحتيش المايك يا دودو؟ يا دودو انت لسه نعم مصلحتيش المايك؟ المايك عندك فيه حرق دوشة كده. المفروض كلنا كده شاركنا صح؟ خلاص يا دارين. يا مس، أنا ما قلتش حاجة. مين؟ جوري، جوري انت المايك عندك وحش يا جوجو، تعالي يلا. تقع القاهرة، انا كنت خليتك تقرأي يا جوجو. تقع القاهرة ايه؟ نقط شمال بين جنوب. تعالي تعالوا بصوا كده، هي هنا ادي الاتجاهات، هي دي بس محتاجة ايه وقت شوية عشان تعرفوها. الاتجاهات انا عندي شمال، مش احنا لما بنسافر كده بالسيارة مع بابا اللي بيروح يعمل عمرة مش بتلاقي يقول لك عامل سهم كده يقول لك شمال صح؟ صح. وكده اه يكتب لي هنا شمال. يا ريت نقفل المايك بس استأذنكم. تفتح الكاميرا. اه بيبقى مكتوب هنا، بصوا يا اصدقائي كده بيبقى هنا مكتوب ايه؟ شمال. طيب استأذنكم بس هنطلع من السيشن وندخل تاني على نفس اللينك على طول، اتفقنا؟ هنطلع من السيشن وهندخل تاني على طول. إلى اللقاء، متأخرش علينا.